الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، وبعد. سنتحدث اليوم عن درس من دروس النصوص للصف الأول الإعدادي. وكلنا يعلم أن النصوص تنقسم إلى قسمين، نثر وشعر. والنثر هو القرآن أو الحديث أو مقال أدبي، هو عبارة عن كلام مسطور في سطور معلومة. أما الشعر فهي القصائد الشعرية ذات الأبيات المشطورة، أي المكونة من شطرين. ونصنا الأول هو نص شعري لشاعر مصري معروف، وهو فاروق جويدة. وسنتناول أولا قراءة النص، ثم بيان معانيه، ثم شرحه، ثم أهم المظاهر الموجودة فيه. أولا قراءة النص. يقول الشاعر: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين سيبقى نشيدك رغم الليالي يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين، فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم غدا سوف يأتي بما تحلمين. بعد قراءة النص سنتناول أهم المعاني الموجودة في هذا النص ونقوم بتوضيحها. حملناك يا مصر أي رفعناك بين الحنايا، أي بين الأعماق، وبين الضلوع أي في القلوب، وفوق الجبين أي فوق الرأس. عشقناك أي أحببناك حبا شديدا، صدرا أي قلبا، رعانا يعني اهتم بنا، بدفء يعني بحنان، وإن طال فينا زمان الحنين، الحنين يعني الشوق. سيبقى نشيدك أي صوتك رغم الليالي يضيء الطريق على الحائرين، الحائرين أي التائهين، ومضادها المهتدين. سيبقى عبيرك أي رائحتك الطيبة بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين. سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع أي يضيء على العالمين، فهيا اخلعي أي انزعي عنك ثوب الهموم أي الأحزان غدا سوف يأتي بما تحلمين. بعدما ذكرنا المعاني نقوم بشرح النص شرحا موجزا. يتحدث الشاعر عن مصر مبينا أن مكانة مصر هي في الأعماق وفي القلوب وفوق الرؤوس، بل إن المصري قد عشق مصر لأنها رعته بصدرها الحنون كأم ترعى أولادها، حتى وإن ذهب عنها وغاب عنها زمنا طويلا فإنه لا بد عائد مشتاق إليها. سيبقى نشيدك أي صوتك الذي يناديني في غربتي وفي بعدي عنك على الرغم من تعدد الليالي وبعدها. سيبقى هذا الصوت وذلك النشيد نورا يضيء لنا الطريق ويزيل حيرتنا في غربتنا، كما أن رائحتك الطيبة هي بيتنا ومأوانا ومسكننا، وهي سيف وقوة للضعيف وحلم ومنال للحزين البائس، كما أن شبابك سيبقى على الرغم من تعدد الليالي وبعدها نورا وضياء ينتشر على العالم كله، فلا بد يا مصر أن تخلعي عنك الأحزان والهموم لأن الأيام المقبلة ستأتي بما تريدين وما
تشتاقين وما تحلمين. بعدما ذكرنا الشرح نقوم ببيان أهم مظاهر الجمال الموجودة في النص. أولاً يا مصر، أسلوب نداء غرضه التعظيم وفيه تصوير لمصر بإنسان ينادى. بين الحنايا وبين الضلوع تعبير يدل على شدة حب المصريين لبلدهم. فوق الجبين تصوير لمصر بتاج يعلو الرؤوس، مما يدل على اعتزاز المصريين بوطنهم وعلو مكانته. عشقناك صدرا رعانا بدفء، تصوير لمصر بالأم التي ترعى أبناءها. إن طال فينا زمان الحنين، أسلوب قصر وسيلته تقديم الجر والمجرور، وغرضه التخصيص والتوكيد. رغم الجراح أو رغم الجراح، تصوير للصعاب بالجراح المؤلمة، وتعبير يدل على قدرة مصر على مواجهة الشدائد. يضيء الطريق على الحائرين، تصوير لنشيد مصر بمصباح يضيء، مما يوحي بعظمة دورها. سيبقى عبيرك بيت الغريب، تصوير لعبير مصر أو تصوير لعبير مصر بالبيت الآمن لكل غريب، مما يدل على احتضانها واحتوائها للجميع. سيف الضعيف، تصوير لعبير مصر بالسيف في يد الضعفاء. حلم الحزين، تصوير لعبير مصر بالحلم الذي يسعد كل حزين. سيبقى شبابك ضياء، تصوير لشباب مصر بالشمس التي تنشر نورها، وتعبير يدل على عظمة الشباب ودورهم المميز. رغم الليالي، تصوير للظروف القاسية بالليالي في ظلمتها، والليالي جمع يفيد الكثرة. الليالي والضياء بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي. هيا اخلعي عنك ثوب الهموم، تصوير للهموم بثوب يخلع للتخلص منه، وهو أسلوب أمر غرضه التمني. غدا سوف يأتي بما تحلمين، تصوير للغد بإنسان يأتي حاملا معه الخير والبشرى لمصر. وهذه كانت شرائح بسيطة لدرس للنص عشقناك يا مصر يا مصر. ونحن بالطبع قد شرحنا هذا الدرس مفصلا غير مجمل في الحصة، وهذه وتلك الشرائح من باب التذكرة لا غير. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.